أيار مايو سنة 1961، البرلمان الإيطالي عم يتلقى طلبات من مواطنين بمحاسبة فنان تشكيلي. الصحافة عم تحكي عن فضيحة عالمية، النقاد بحالة ذهول أمام اللي عمله فنان ما وصل عمره ل 25 سنة. الفنان بييرو مانزوني بيفتتح معرضه آرتست شيت، بالإيطالي ميردا دارتستا، بالعربي براز الفنان، بصالة اسمها جاليريا بيستوت بميلانو. بتفوت على الصالة بتلاقي 90 علبة من البراز من شيت الفنان مانزوني نفسه، كتب عليها بأربع لغات: الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية والألمانية. براز الفنان، المحتويات: براز صافي، الوزن 30 جرام، محفوظة ومعبأة حديثا في مايو أيار 1961، أما السعر فهو 30 جرام ذهب. في سؤالين، الأول يا ترى في حدا اشترى الشيت تبع مانزوني؟ السؤال الثاني، هل فعلاً بالعلب كان في شيت خاص بمانزوني؟ قبل الجواب على هذا السؤال وقبل بسنة من معرض براز الفنان، مانزوني كان عمل شغلة تانية مجنونة بمعرض نفس الفنان. جاب بولين حمر نفخهم وقدمهم للجمهور وقال لهم هذا نفس الفنان. بنفس السنة جاب بيض مسلوق بصم عليه عملياً، يعني وقعه وعرضه بالصالة ودع الجمهور ليأكلوا البيض. مانزوني كان بيشبهك، حرفياً بيشبهك. إذا أنت بتشوف إنه الفن التشكيلي هو تخبيص وشخبطة وزعبرة وحكي مجانين، فمانزوني كان متفق معك تماماً. هو ظل فنان تقليدي حتى سنة 57، تقليدي يعني كان يرسم بالألوان على خشب على قماش إلى آخره. بس الاعتراض جواته اللي هو نفسه اعتراضك كان عم يكبر. مانزوني بأرتست شيت كان عم يعترض على الحركة الفنية، على السوق الفني، وتحديداً على جامعي التحف الفنية، تجار الفن ومقتني الأعمال الفنية. كانت معجبته فكرة إنه الجمهور والمقتنين تحديداً بيهمون الفنان أكثر من عمله، بدهم أي شيء منه ياخدوه ويحطوه عندهم بالبيت. فقال لهم تفضلوا، هي الشيت تبعي وهي نفسي وهي بيض أنا باصم عليه. حتى أنه كتب هذا الشيء برسالة لصديقه الفنان الفرنسي بنت فوتيه، بيقول له إذا كان المقتنون يرغبون في شيء حميمياً شخصياً للفنان فبات بإمكانهم الحصول على براز الفنان. هذه هي الحقيقة. بنرجع للسؤال الأساسي، في حدا اشترى الشيت البراز تبع مانزوني؟ أول علبة باعها مانزوني كانت لألبرتو لوسيا، فنان إيطالي كمان، اشترى العلبة مقابل 30 جرام من الذهب مثل السعر اللي حدده مانزوني. بتمر سنين وفي حدا مقرف ومريض وعنده مشاكل نفسية تاني، بيشتري العلبة رقم 54 من دار كريستنز للمزادات بلندن، أكبر دار مزادات فنية بالعالم، بمبلغ وصل ل 182,500 جنيه استرليني، أي ما يقارب من 282,328 دولار بسنة 2015. مانزوني كان عم يسخر من جامعي القطع الفنية وتجار الفن. اليوم في واحد منهم اسمه والتر بيلدي، هو أحد مقتني الشيت تبع مانزوني، بيتوقع أنه يوصل سعر العلبة الوحدة ل 10 كيلوغرام من الذهب خلال سنوات قادمة. آلاف الدولارات اللي عم ينباع فيها الشيت تبع مانزوني بتأكد أنه فشل بنظريته، فشل بتغيير السوق، فشل حتى باعتراضه. اعتراضه نفسه نزل للسوق وصار له رقم وصار له سعر وصار استثمار. مانزوني مات عمره 27 سنة بعد سنتين من معرضه سنة 63. لو انه ضل عايش كان عنده خطة لسه لمعرض، كان بده يوقف بصالة فنية عارية تماما ويسكر الفتحة الخاصة فيه، اذا فهمت قصدي، ويحط ورقة عليها يكتب هنا روح الفنان. إذا كنت مهتم أنك تشوف علب مانزوني والشيت تبع مانزوني، ففيك تزور متاحف بميلانو، لندن، نيويورك وباريس، كلها عندها مقتنيات من براز مانزوني. الفيلم انه سنة 2007 طلع احد مساعدي مانزوني وكشف انه العلب بالحقيقة بتحتوي على جبصين، مو على شيت، مو على براز، بس ما حدا اهتم ولسه عم تقتنى اعماله ولسه لليوم عم ينحكى فيه، وعشرات من الفنانين عم يقلدوه حول العالم بس لأهداف مختلفة تماما عن أهداف مانزوني.